هاد الاسبوع غادي نطقوا الدوسي ديال السي سعيد اللي غادي يتحول لمدينه واحده اخرى وغادي يخلي الدار ديالو لولدو اللي عاد تزوج. السي سعيد عارف بان الشكل والديكور حاليا اللي كاين في الدار ديالو ما موالمش مع السن ولو ستيل دو في ديال ولدو. دونك السؤال ديالو هو كيفاش يمكن له يبدل لارموني جينيرال ديال الدار بلا ما يدوز من دي ترانسفورماسيون كثار ولا يصرف فيها بزاف. اول حاجه هو يفا ديزونكومبري دونك غادي يخفف من هاد لي سباس ديال الدار. زرابي بزاف طبالي بزاف لي زوبجي ديكو بزاف من الاحسن غادي نقصهم عليه. غادي يمشي على اون كولور نوتر بالنسبه للحيوط كاملين. هادي ثاني حاجه. ثالث حاجه هو ما غادي نسيبو حتى شي حاجه غادي نبقاو في لي مابل هما هادوك غير غادي نحولو الثوب وي اون فاتابيسي لي سيركل ديال الخشب اللي عنده. هكذا غادي نعطي واحد لو ستيل بلو مودرن لامبيون جينيرال ديال الدار. رابع حاجه هو بالنسبه للكوزينه ميزا تكون كوزينه اغريابل فونكسيونيل هي احسن حاجه باش تتبيع المولات الدار. دونك نمشيو على ليكليراج فونكسيونيل ونمشيو بيان سور على ان بلان طرافاي اللي هو براتيك بالنسبه للمولات الدار. خامس حاجه هو بالنسبه لسال دو بان داكشي هو هذاك نمشيو على لي رانجمون ونمشيو عاوتاني على ان كارلاج سوف. دونك دابا الكارلاج اللي عنده هو عامك هو من الاحسن يمشي على ان كولور بالنسبه لهذا الكارلاج وكاع تيتباع في السوق ويمشي بالنسبه للاكسسوار يمشي على ان اكسسوار خفيف بالنسبه لسال دو بان. بالنسبه لي ريدو لي كوسان من الاحسن نمشوف vraiment des motifs vraiment neutres de temps sur temps ou là carrément sans motif باش يخلي داك الساعات ان شاء الله المدينه الدار مي غادي يجيو هما اللي غادي ils vont apporter داك la touche personnalisée les espaces ديالهم. بالنسبه للتشخيص هو يمكننا نشخصو بون مانيير تري نوتر غادي نمشيو في الاكديه غادي نلعبوا اكثر في الاكديه دونك الفوق يبقى نوتر وفي الاكديه اون فا بيرسوناليزي اسباس مي اسباس لاخر غير بان جو دو تابي بالنسبه للصالون بالنسبه للكولوار ولا بالنسبه لي شامب. حاجه اخيره اللي هي مهمه عنده البالكون من الاحسن ما يخليش خاوي غادي يزيد فيه بيان سور ان اسباس دو في بالنسبه لهاد لو جون كوب اللي غادي يجي يجلس وهكذا نكونوا سالينا مع الدوسي تاع سي سعيد. نتوما اللي كان عندكم شي دوسي صيفطوا لنا وحنايا هنايا باش نجاوبكم عليه.